السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في قناة آي سي تي. ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Theme 4 Lesson 5 لGrade 6 Students، والليسون هيكون بعنوان Creating a Database. تعالوا نشوف الليسون ده بيتكلم عن إيه. Database، اتكلمنا قبل كده في الفيرست ترم عن الداتابيز وقلنا إن هي قاعدة البيانات. يعني مثلا لما اكون عايزه ان انا اعمل بيانات مثلا عن الموظفين في الشركه، اعمل بيانات مثلا عن الطلاب في المدرسه، عن اي حد او عن اي حاجه، مثلا اشخاص، اماكن او whatever، انا عايزه اعمل بيانات عن ايه، بستخدم الداتابيز. Databases store a large amount of information in a computer system. الداتابيز دي بيتم تخزين فيها كم كبير جدا من المعلومات في السيستم الخاص بالكمبيوتر، بحيث ان اي حد لما يحتاج حاجة من المعلومات دي مجرد ان هو يستخدم السيستم اللي موجود على الكمبيوتر يبتدي ان هو يأكسس الداتابيز ويعرف المعلومات دي. The data can then be easily analyzed or changed to meet the needs of users. الداتا دي او البيانات دي بيتم تحليلها او تغييرها باي شكل من الاشكال علشان ان هي تناسب احتياجات المستخدمين. فاكرين حتى في الفيرست ترم لما قلت لكم ان بيبقى في داتابيز خاصه بمعلومات كتيره جدا موجوده في مكتبه المدرسه علشان الطلاب لما يكون مثلا عندهم ريبورت او محتاجين اي معلومات يقدروا ان هم يرجعوا للداتابيز اللي فيها معلومات كتيره جدا من الكمبيوتر سيستم الموجود في المكتبه. Databases can be used to collect information about people, places or things. الداتابيز دي هي بتجمع معلومات عن الأشخاص، الأماكن أو أي حاجات تانية. All data must be managed in compliance with Egypt's data protection laws. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن طبعاً قاعدة البيانات دي بتبقى ليها برضو كمان قوانين في مصر، قوانين مصر خاصة بحماية البيانات دي، إن مثلاً أي شركة أو أي مكان أو أي whatever أي حاجة ما ينفعش إن هو يبتدي يجمع بيانات عن أي شخص أو عن أي حاجة بدون موافقة الأشخاص دول. For example, a teacher may have a secure database that includes student information such as their student number in the school records and a class name. ممكن كمان التيتشر يبقى عندها قاعدة بيانات آمنة جدا، تبقى عاملاها مثلا سيف على كمبيوتر سيستم، والداتابيز دي يبقى فيها معلومات عن الطلاب زي مثلا أرقام الطلاب في سجلات المدرسة وكمان أسماء الطلاب. A business may have similar databases for keeping track of employees' information. وكمان الشركات والمنظمات ممكن يبقى عندها داتابيز آمنة جدا علشان تبتدي ان هي تسجل معلومات الموظفين. You can use Microsoft Excel to create databases. طب ايه بقى البروجرام اللي هو بنستخدمه علشان يعمل لنا قاعدة البيانات دي؟ هو برنامج Microsoft Excel. The steps below explain how to add students' number, names and birth dates to create database in Microsoft Excel. في بعض من الخطوات هنبتدي ان احنا نتبعها في برنامج الاكسل علشان نتعلم ازاي ان احنا نعمل database ونضيف ارقام طلاب واسمائهم والتواريخ ميلادهم علشان نعمل database كاملة عنه. طب ايه هي الخطوات دي؟ دي الخطوات علشان نعمل database، وهتشوفوا الكلام ده دلوقتي في الفيديو اللي انا عامله لكم. أول حاجة click on cells A1, B1, C1 to type in the column headings or field names that you want to add. برنامج الإكسل عبارة عن columns، عواميد و rows، يعني column A, column B, column C والصفوف اللي هي بتبقى 1, 2, 3. فهو بيقول لي أضغط على A1 أهو A1 و B1 و C1 وابتدي إن أنا أكتب إيه الـ ID number، class name والـ student's name، وابتدي ان انا اكتب في كل خانه منهم. يعني مثلا هنا الـ ID number اكتب هنا الـ ID number الخاص بالطلاب، والـ class name مثلا اسماء الكلاس اللي هم موجودين فيها واسماء الطلاب نفسه. فالـ ID number in the correct column، والـ class name اكتب الـ class name اللي هو الخاص بكل طالب في هنا الجزء الخاص بالـ class name، واكتب اسماء الطلاب في الجزء الخاص بالـ student's name. اوكي، تعالوا نشوف الكلام ده في الفيديو. ده بروجرام الاكسل.
تعالوا بقى نعمل الاكزامبل اللي موجود في السكول بوك اللي هو خاص بالاي دي نمبر والكلاس نيم والستودنتس نيم. اوكي، احنا عندنا هنا في الاكسل حاجه اسمها الكولوم والرو. الكولوم ده مثلا اللي هو العمود مثلا اللي هو زي ايه بي سي، والرو اللي هي 1 2 3 اللي هو بيبقى الايه، بيبقى الصف. اوكي طيب، هنيجي هنا نكتب في A1، وهو A ده اللي هو كولوم A رو 1. هنكتب هنا I D number، ونوسع الخانة دي كده، نوسعها كمان. اوكي، ونكتب هنا في B1 نكتب ال كلاس نيم، ونوسع برضو الايه B1 كده، ونيجي عند C1 نكتب students name. اوكي، ونوسعها عشان ما تبقاش ايه داخله في D1. اوكي، ونكتب بقى الاي دي نمبر مثلا زي ما هو عامل كده في الكتاب 11. اوكي 11001 ده الاي دي نمبر اللي هو ايه، رقم الطالب اللي موجود في المدرسه. كلاس نيم 6B، هو مثلا في كلاس 6B. اوكي، ستودنتس نيم مثلا نسميه فليكن محمد. يبقى احنا كده عملنا الايه، الاي دي نمبر والكلاس نيم والستودنتس نيم. ممكن بقى نيجي هنا نكتب زي في الكتاب كده. اوكي مثلا هو موجود في كلاس مثلا 6C. اوكي، اسم الطالب مثلا ايه، اسم الطالب ادم. اوكي، احنا كده عملنا ايه، عملنا داتابيز للاولاد في المدرسه باسماء الاولاد والاسماء الفصول وارقامهم في المدرسه. طبعا زي ما شفتوا كتبنا الاي دي نمبر، وكتبنا النمبرز الخاص بالطلاب، وكتبنا ايه الكلاس نيم، وكتبنا النيمز الخاصه بالكلاس في نفس المكان، وكتبنا اسماء الطلاب. To add additional information columns to a database, right click the top of the column and then select insert column. انا دلوقتي لو بشتغل في الداتابيز ونسيت مثلا كولوم، يعني مثلا نسيت مثلا كولوم مثلا خاص ب grades مثلا الاولاد، نتائج مثلا الاولاد، فمجرد ان انا اضغط على الخانه دي وادوس رايت كليك هيظهر لي كلمه انسرت. اول ما اضغط على انسرت هيبتدي ايه، يتفتح لي كولوم جديد. تعالوا نشوف الكلام ده في الفيديو. هنتعلم دلوقتي هاو تو اد اديشنال انفورميشن كولوم. احنا دلوقتي لو بنشتغل في بروجرام الاكسل ومثلا نسينا مثلا هنا كولوم، مثلا كنا محتاجين مثلا نكتب مثلا درجات الاولاد، مثلا ارقام مثلا تليفونات مثلا اهليهم في الشيت الخاص بالداتابيز الخاص ببياناته. طيب علشان نضيف كولم زياده نعمل ايه؟ بيقول لنا رايت كليك ذا توب اوف ذا كولم، اهو نيجي على التوب اوف ذا كولم هنا ونعمل رايت كليك بالماوس، سيلكت انسرت، ونختار انسرت. اهو لما عملنا سيلكت لي انسرت ابتدى ان هو يضيف لنا كولم زياده قبل الايه، قبل الكولم اللي احنا ايه بنشتغل فيه. اوكي، واكتب مثلا في هنا مثلا الجريدز مثلا الخاصه بالاولاد. مثلا نسيت مثلا هنا، اجي هنا اعمل رايت كليك ادوس انسرت، اهو زي ما انت شايف. اوكي طبعا اتعلمنا ان احنا ازاي نضيف كولوم لو احنا نسيناه واحنا بنشتغل في الداتابيز. When you type in numbers such as a date, Excel will automatically format them. انت دلوقتي لما تكون كاتب ارقام عاديه، فبروجرام الاكسل في اوبشن ان انت تعمل فورمات للارقام دي as a date، ان انت تعمل تنسيق للارقام دي، ان هو مثلا الارقام دي جزء منها يبقى الايام، وجزء منها يبقى الشهور، وجزء منها يبقى السنة. جاست ان انت بتعمل رايت كليك وتختار فورمات، فهو هيبتدي يعمل لك فورمات للرقم ده as a مثلا ايام وشهور والسنة. Thank you.
to use common Excel tools. In grade 5, you learned how to use common Excel tools, sorting, adding, subtracting, multiplying, dividing. You learned how to sort. Go to the toolbar, choose data, then choose sort. احنا اتعلمنا في grade 5 ان احنا مثلا لما يكون عندنا بعض من الارقام ازاي ان احنا نعمل لهم adding, subtracting, multiplying, dividing. وتعلمنا كمان حاجة اسمها sorting. Sorting دي مثلا لما يكون عندي اسماء كتيرة وعايزة مثلا اعمل لها ترتيب فبستخدم الاوبشن اللي هو الخاص بالsorting. مجرد ان انا اروح على التول بار واختار حاجة اسمها data وبعد كده اختار sort. Add, subtract, multiply, divide, data. Type the cells you would like to include using the correct math symbol. دي علامة الاديشن وعلامة الماينس وعلامة المالتبليكيشن وعلامة الديفيجن. For example, A4 plus B4 divide C4 or equal B2 minus B3 times B4. طيب تعالوا بقى نفهم كل الكلام ده في الفيديو ان احنا ازاي لما يكون عندنا ارقام ان احنا نعمل لها adding, dividing ونعمل لها multiplication و subtracting وكمان احنا لو عندنا database زي اللي شفناها في الفيديو اللي فات ازاي ان احنا نعمل لها sorting. طبعا هي بتبقى ال A4 و B4 ده لو مثلا column والrows مع بعض. تعالوا نشوف كل الكلام ده في الفيديو. هتعلم النهارده اوبشن ال sorting وكمان هتعلم adding, subtracting و addition و dividing. هنيجي الاول نعمل table. هنيجي هنا كده ونختار كده نعمل insert table ونكبر التيبل بالشكل ده. اوكي هنكتب هنا مثلا اسم مثلا الطالب name ونوسع كده ايه في الخانات. اوكي ونكتب مثلا هنا الايه ال كلاس. اوكي هنكتب مثلا هنا اسماء الطلاب. هنكتب يوسف وهنكتب هنا محمد وهنكتب هنا ايه آدم. اوكي انا عايزه ارتب اسماء الاولاد. فطبعا بقى ممكن يبقى الشيت الخاص بالاكسل اسماء كتيره جدا، مش هقعد بقى اشوف ترتيب بقى الالفابيتيكال واقول اي بي سي، طب لا ده بي الاول ده ايه الاول، مش هينفع. فاكسل سهلت علينا جدا الموضوع ده. كل اللي هعمله ان انا هاجي اعمل كليك هنا وهضغط على داتا وهضغط على سورت. اوكي هيقول لي عايزه تعملي سورت لايه، ف هاجي هنا اعمل كليك هقول له للستودنتس نيم وهقول له ان انا عايزه ارتب الاسماء اللي موجوده في الخانه اللي اسمها ستودنتس نيم فروم اي تو زي. اهو اتس اوكي. لاحظت ايه؟ ادم اللي هو حرف الاي جه الاول وبعد كده الام وبعد كده الواي. ده بالنسبه للسورتنج بستخدمها علشان ترتب لي البيانات اللي جوه الايه اللي جوه التيبلز الخاصه بالداتابيز الخاصه بالاكسل. اوكي طيب تعالوا برضو نتعلم الايه الادنج والسبتراكتنج والمالتيبلاينج والديفايدنج. زي مثلا احنا عندنا هنا نمبر 2 اوكي وعندنا هنا نمبر 10 وعندنا هنا مثلا نمبر 5. طيب عايزين بقى نيجي في الخانه دي نجمع 2 + 10. وساعات بتبقى فيه ارقام كبيره جدا فمش معقول بقى نفضل نستخدم الكالكوليتر، لا هو الاكسل سهل لنا كمان الموضوع ده. فهضغط الاول ايكوال علشان افهم الاكسل اللي انا عايزه ان هو يبتدي يعمل لي عمليه حسابيه وادوس كنترول على الكيبورد اهو واعمل بلس وادوس كنترول تاني واضغط على الايه على الخانه التانيه وادوس انتر. ابتدى ان هو يعمل لي ايه اديشن للرقمين. طيب ممكن اعمل حاجه تانية اضغط هنا ايكوال وادوس كنترول 2 + 10 واعمل عمليه
divide, what's control, 5, enter. قلت له يعمل لي 2 plus 10 equal 20, divide 5, قال لي النتيجة 4. ممكن كمان أدوس equal 2 times 10 هيقول لي 20. فطبعا الإكسل برنامج عظيم جدا في ان هو بينظم لي كل شغلي واقدر ان انا اعمل كل العمليات الحسابية من خلاله. طبعا زي ما شفتوا هو قد ايه بيساعدني في كل العمليات الحسابية وازاي ساعدني ان هو يرتب لي كل اسماء الاولاد بطريقة السورتينج. Excel lets you manipulate numbers in your database by adding formulas. Excel طبعا بيعلمني ان انا ازاي اتعامل مع الارقام في قاعدة البيانات، ان هو يضيف لي ايه؟ يضيف لي formulas. ده شكل الفورمولا اللي هو انا مثلا لما يكون عندي ارقام اول حاجة لازم اكتبها equal علشان اقدر افهم الاكسل ان هو ان انا عايزاه يعمل لي عملية حسابية. You can also add text. ممكن كمان اضيف text اهو زي ما انتم شايفين. Such as names to cells with or without using a formula. Remember to create a formula you first must type equal. لازم أنا لما أكون عايزة أطلب من الإكسل إن هو يعمل لي أي عملية حسابية لازم الأول أكتب equal في أول الإيه؟ في أول العملية الحسابية. This lets Excel know you are creating a formula. ده بيعرف الإكسل إن أنت بتطلب منه إن هو يبتدي يعمل لك صيغة عملية حسابية. أوكي. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الليسون، هو سهل جدا وبسيط، وحاولوا ان انتوا تجربوه في البيت. برنامج الاكسل برنامج عظيم جدا بيساعدني في العمليات الحسابيه الكبيره جدا، وبيتم استخدامه طبعا في اغلب الشركات. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.